في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن المروري وعلى إثر تداول فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لسيارة سياحية قام سائقها بالتوقف وسط الطريق وصب البنزين على الأرض قصد كتابة رقم معين وقام بإشعال النار وسط الطريق العمومي فور تلقي الفيديو من خلية اليقظة لمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني باشرت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إجراءات تعريف المركبة ومعرفة صاحب الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على تطبيقيات التواصل الاجتماعي مسببا بذلك خطرا على نفسه وعلى مستعملي الطريق بالإضافة إلى عرقلة حركة المرور وغلق الطريق وتصوير هذه المشاهد وإطلاقها عن طريق فيديو ليتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصد التباهي به استغلالا لهذا الفيديو تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد فايت بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.